أربعة شباب فلسطينيين بخلفيات مختلفة ذو توجه عالمي يجمعهم فن من نوع جديد. فورت سيفن سول هي فرقة مشكلة من أعضاء ببلاد مختلفة، وكل واحد فينا ببلد مقيم، بس كلنا لنا أصول فلسطينية. فكرة الفرقة تقوم على دمج موسيقى عربية تقليدية خاصة الفلسطينية مع موسيقى غربية مثل الراب والريغي. ندمج الموسيقى الشعبية أو المحلية الفلسطينية أو موسيقى بلاد الشام، موسيقى العالمية، لأنه منحس أنه هذه الموسيقى كثير بتعبر عن من وين إحنا جايين، من أي ثقافة، من أي حضارة. وبنفس الوقت بنحس انها ممكن تندمج بالموسيقى العالمية الموجودة هلأ بطريقة سهلة. معتمدون على فلسفة أن الرقص هو نوع من التحرر الجسدي الذي يقود إلى التحرر الفكري، يحمل شباب فرقة 47 سول رسالة إلى جمهورهم مفادها أرقصوا لتكسروا حاجز الخوف. هدفنا نحرك، هدفنا نخلي الناس مش فقط تهز جسمها، كمان تهز مخها وعقلها. يدينا جمال عبد الناصر يا أمتي، يدينا على وحدة فينا بها الزمن الغابل، ومن الشعيد انهض ونابل، حاجز عبد المقا أعبر، حتى بوحدتنا نرجع نبني. هدف واحد أساسي يجمعهم توحيد هويتهم الفلسطينية التي شتتها الاحتلال الإسرائيلي، فكانوا خير مثال على الوحدة الوطنية مهما اختلفت مشاربهم وحتى لغاتهم. له علاقة وثيقة بكوننا فلسطينيين، فنحن في الشتات لدينا مجتمعنا الخاص، ولذا أشعر بأننا نستطيع معا أن ننجز الكثير. بطريقة غنائهم التي قدمت للجمهور فنا من نوع جديد جمع ما بين التقليد الفلسطيني وما بين موسيقى عصرية خالصة، نجحت فرقة 47 سول بأن تحظى بجماهيرية واسعة هنا في العاصمة البريطانية لندن. سما حمدان من لندن، BBC.